بين ولو قليلا بمعاني بسيطة موضوع الإحسان هذا، أن يقابل الإحسان موضوع أن يقابل الخير بأكثر منه والشر بأقل منه، هذا على سبيل المجازات والمقابلة. طبعا إذا واحد فعل خير لازم يكون المقابل إلى شنو؟ يفعل الخير بأكثر من عنده، وإذا فعل شرا المفروض هذا المقابل أن يفعل الشر بأقل منه، أقل القليل منه، حتى نعتبر الثنين شنو؟ هو من فعل الإحسان. هذا إذا كان على سبيل المجارات أو المقابلة. يعني بس قبل لا تنتقل إلى الموضوع الآخر، في موضوع على أنه واحد إذا عمل الشيء السيء شلون يقابله؟ ليش يقابله بالأقل من عنده؟ حتى نفع هذا، نفع الغير، نفع الخلق. عرفوا يعني علماء الأخلاق عرفوا مسألة الإحسان بهذا التعريف، في أنه إذا لأنه الإنسان يعمل أو حيزه، حيز العيش مالته وين؟ في مجتمعات، تمام؟ يعني موجود أكو ناس كثيرين داير ما دايرة، فشو راح يتعامل وياهم؟ طريقة المعاملة، إذا فعلوا له الخير هو لازم يكون يسوي خير أكثر من عندهم حتى يحقق شنو؟ موضوع الإحسان. نعم. وإذا لاقى شرا منهم ينبغي أن لا يجابههم بنفس الشر، وإنما بأقل من عنده أيضا حتى يحقق موضوع الإحسان اللي إحنا قلنا تعريفا لغوي اللي هو إتقان العمل أو نفع الغير.